السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. تنقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم من طبيعة الحال. اليوم إن شاء الله بغيت بارطاجي معكم هذا الفيديو اللي هو عبارة عن روتين صباحي. إن شاء الله غادي يعجبكم الفيديو ديال اليوم، أنا قلت نبارطاجيه مع البنات إن شاء الله يعجبكم. هذا الغداء اللي إن شاء الله غادي نشاركم معكم، وطبيعة الحال بعض اللقطات من الروتين كما قلت لكم الصباحي إن شاء الله يعجبكم. تنقول لكم مرحبا بكم معايا كاملين الناس جداد، تنقول لهم مرحبا بكم الناس القدام، تنقول لهم داركم، وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك. تنقول لكم شكرا لكم كاملين على التعليق، وشكرا على الدعم ديالكم وعلى التفاعل ديالكم معايا. اول حاجه كنوضو كما كتشوفوا طبيعه الحال، اول حاجه كنسبقوه هي الصلاه، وكندير شي جماعه خفيفه لهكا الصالونات والبيوت. ما عندي لاش غادي نطول لكم فيديو بزاف الا جيت نبارطاجي معكم يعني كاع كلشي شنو كندير فبزاف. ونقراو شويه القران، ما تيسر من القران. من بعد كنا نطلق سورة البقرة في الدار، وصافي كنتابع الشغل ديالي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم كيما قلت لكم مره اخرى ما تنساونيش من لايك واشتراك. كنظن هذا اول فيديو روتين صباحي، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله نكون في المستوى. تنقول لكم شكرا لكم كاملين، وما تنساونيش مره اخرى من الدعم ديالكم لايك واشتراك. شكرا لكم كاملين، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا كما قلت لكم اول حاجه كنسبقها هي الصلاه، ونقراو شويه القران متيسر من القران، وكنتوكلوا على بركه الله. مشيت للمطبخ وما ادراك ما المطبخ. اول حاجه هو المطبخ. من بعد ما كنكون فطرت وفطرنا وداكشي، كنمشي نغسل المواعينات وداكشي كما كتشوفوا. راه لا اله الا الله الكوزينه او المطبخ راه تتكون فيه القربله، وكندير يعني الماكينه الصبان والحويجات وهذا كما كتشوفوا معايا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، قلت بارطاجيه مع البنات لي مالا، وان شاء الله يعجبكم. ها نتوما كما كتشوفوا من بعد ما فطرنا صافي، ان شاء الله غادي نغسل المواعينات ونحضر ان شاء الله الغداء معاكم. وخليكم معايا ما تمشيو فين، كما كتشوفوا الكوزينه او المطبخ انا كلشي خليته على القاعده ديالو. يعني المواعينات هذو ديال العشاء صراحه ما غسلتهم حتى البارح، ما قديت نغسلهم وخليتهم. دائما حل حاجه السطل اولا كوبل ديال الزبل حاشاكم، الا كان هذا ديروا واحد الكرسي باش يقرب لكم، باش يقرب لكم الصرخه صراحه، باش ما كتعبوش وكتحنا وكطلعوا تهبطوا مع داك. راه كلنا عارفين البنات كاملين، وان شاء الله يعجبكم الفيديو.
تشوفوا معايا هنايا انا كنغسل في المويانات من بعد ما نظفت لابابو. هو الاول، اول حاجه كما لاحظتوا معايا انا كننظف او نغسل لابابو هو الاول فين غادي نحوض ديال لافابو ديال الماعن وعاد كنغسل فيه. صراحه هذه هي الطريقه ديالي انا ديال الغسيل، فتتكون واثق من كل شيء النظافه من الايمان. وضروري خصني تستعملوا يعني جافيل في الغسيل، خاصه في الصيف ضروري جافيل. جافيل انا بعدا مضروبه على جافيل، وعزيز عليا الصراحه الحاجه تكون مغسوله مزيان ونقيه، وعزيز عليا النقاء كما تنقولوا كلنا عزيز لنا النظافه من الايمان. ان شاء الله يعجبكم الروتين ديالي الصباحي ان شاء الله يا ربي، وغادي نشارك معكم ان شاء الله لقطات من التحضير ديال الغداء. الغديوه ديالي هي عباره عن سمك او حوت كما شفتوا معايا، مرفوق بالسلطه والسلطه والفغيت. وكما شفتوا معايا ان شاء الله الحوت او السمك ممكن ترافقيه باي حاجه كيديرها، يعني اي خضار عندك بالروز اللي بغيتو اللي بغيتو ترافقوه به كترافقوه بها. والحمد لله يا ربي ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم. كما كتشوفوا معايا نتوما راه كنضطر، يعني هي مساله يعني عاديه، ولكن انا بغيت نشاركها معكم وبارطاجيها مع المتتبعات ديالي. تنقول شكرا لكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو او هذا ديال اليوم ان شاء الله يا ربي. نتمنى ما نكون خفيفه عليكم ان شاء الله يا رب. انا قلت انا ما عمرني ما بارطاجيت معكم شي فيديو او هذا شي روتين صباحي او مهم روتين، ما عمري ما بارطاجيته معكم. هنا من بعد ما كملت شوف لابابو كيبقى كيشعل، يعني كيبقى كيلمع. انا بعد عزيز عليا هكا، انا يعني يعجبني لافابو او الحوض ديال الماعن خصو يكون نقي، يكون نقي مزيان مزيان. كنحس براسي مرتاحه صراحه لما غسلتش الماعن انا بنفسي، ما كنكونش مرتاحه صراحه بنياتي. كانوا يغسلوا لي وكل شيء، ولكن انا ملي كنغسلهم عاد كنرتاح تماما. صافي من بعد كنمسح البوطاجي كما كتشوفوا معايا،
بالطريقة كنشفو مزيان وندوز عليه يعني من هنا ومن هنا ومن الجنيبات كتشم الريحة طالعة يا سلام ديال جافيل أو هداك البرودوي أو الصابون ديال الماعن. ف كتكون يعني مرتاحة بادي أنا كتعجبني صراحة الكوزينة اللي كتكون نقية وبإمكاننا كيف ما كانت راه الدعوة أو الفائدة هو النقاء. وكي دائما كما قلت لكم النظافة من الإيمان وكنحاولوا كما قلت لكم يعني الإنسان ينوض الصباح يتوضى ويصلي ويقرأ شوية ما يتيسر من القرآن ويشغل سورة البقرة فمزيان كتحفزك وكتعطيك يعني الثقة في النفس. وخاص تكوني ما قداش يعني الشغل وما قداش ديري الساعة اللي كديري بحال هكا صراحة كتحسي براسك مرتاحة وكيدوز عندك حتى النهار تيدوز عندك مزيان صراحه. ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نبقى نبارطاجي معكم يعني الروتين ان شاء الله حتى روتين مسائي لما لا وان شاء الله يا ربي. انا راه مضروبه على الماء مضروبه على الغسيل هكا يعني كنغسل وكنعاود نرجع نغسل كنغسل وكنعاود نرجع نغسل هكا يعني طبيعتي هي هذه ما عندي ما ندير. غتقولوا ربما تقولوا راه كتضيع الماء ولا شي حاجه والكل راه على هذا ما كان انا لسه يعني من هذاك النساء اللي كيضيعوا لي شي حاجه ولكن خصك باش تنقيه وداك الشيء كنمسح البوطاجي كما قلت لكم ولافابو مزيان خليها هكا يعني النقطه ما خصهاش تكون تبقى فيا ملي الحقاش غادي نرجع نشتغل فيه غادي ننظف فيه الحوت او السمك ونقاد ان شاء الله نحضر الغديوه معكم. غادي نحط لكم فقط لقطات من ان شاء الله التحضير ديال الغداء. وهنا من بعد ما ساليت من سميتهم لافابو كندوز البوطه حتى هي ضروري نغسلها نعطي جافيل ونعطيها البرودوي ديال الاواني او ديال الماعن كنحيد هذوك سميتهم ديال البوطه وكنصلها هكا بشويه وكنخوي عليها جافيل وسميتو والبرودوي ديال التنظيف او اوني راه قبالتكم يعني كل خطره انا شنو كنجي مره كنجيبو سائل مره كنجيبو هكا على شكل يعني سميتو وكنخوي جافيل دائما انا راه نطبع الملابس ديالي بجافيل لانه خاصه في الصيف صافي كان جافيل الا ما كان جافيل انا ما نوقفش في الكوزينه هو نغسلش حتى كاس ما ننظفوش الا ما كان جافيل صافي سنوقف يعني صافي نقول بنتي سيري جيبي جافيل دابا تحضري ما يمكنش لي نغسل بلا جافيل ما نعرف سبحان الله واش كاع النساء ولا انا. المهم انا ديا طبيعتي وقاعيتي راه ما كان جافيل ما يمكنش لي نتحرك نهائيا كندوز على البوطه بشكل عادي هكا لانه راه مره كنحكها انا كاع ما كندير لي داك ضبي الامينيو باش كماش ما ديرش لي لانه كنعطيها الغسيل بزاف صراحه انا ما صالحش ديال بابي الامينيو. بعض الاخوات تيديو داك بابي الامينيو انا الا درتو خص يكون نهار نحيدو لا الا درتو الصباح ممكن في المساء نحيدو لانه كنغسل بزاف صراحه. الا عمرت غير يعني كيما شرت لكم ملي كنخوي جافيل كنخليوه جوج دقائق تقريبا ريته مع هذاك جافيل يدير المفعول ديالو ومن بعد عاد كنكمل كي قلت لكم يعني قلت لكم انا غتقولوا علاش ما ديري ليه بابي الامينيو باش ديره الا درته في الصباح ممكن في المساء نحيدو. انا عمرت غير بره ديال اتاي وقاسوا ليه غير بشويه ديال اتاي ولا قهوه ولا اللي كان غادي نحيدو ما نخليش يعني صراحه. ان شاء الله يعجبكم كما قلت لكم الفيديو ديال اليوم او الروتين ديال اليوم اللي بارطاجيت معاكم ان شاء الله يعجبكم. وغادي ان شاء الله كما قلت لكم ندير معكم الغداء او الغديوه ديالنا غادي نحط لكم فقط منها بعض اللقطات لانه كيما شفتوا معايا راه درت في الاول تسريع الفيديو انه بزاف باش نبارطاجي يعني الفيديو كلشي كيفاش حضرتي هذه وكيفاش هذه غادي يجي الفيديو طويل ممكن يوصل لك حتى ساعتين واخا دير تسريع واخا ما شنو غدير يعني درت التسريع اكثر من اللازم ما غتستافدوا والو المشاهدين ما غيستافدوا حتى شي حاجه غيكون يعني مسرع بزاف. وكنمسحها مزيان كنظفها انا مره كنحيد هذوك البوشونات ملي كنشعلها وكنغسلهم تنحكم. انا هاد البوطه عندي راه عندها تقريبا شي 14 سنه تقريبا وما شاء الله ماركه مزيانه يعني كنخوي على ديريكت البرودوي اما جافيل اما داك البرودوي باش نغسلوها يعني اللي مخصص لهذا المعدن هذا فدائما عندي نقيه صراحه الله وماركه مزيانه كنمسح وكنعاود نمسح هذه هي قاعدتي ماني مندير
وكنرجع نقول دائما نظرة من الايمان، انه ملي كتكون المطبخ او الكوزينه عندك نظيفه فكتحسي براسك مرتاحه. اي اخت او بنت ملي كتكون المطبخ نظيف فكتحسي براسك مرتاحه والبوطة، وهذا شيء اكيد، لانه تشتغلي والدنيا حداك ماشي تلتما وكما تنقولوا حنا مسخه. فانا بعدا كتخنقني، كتخنق حتى تتجمع لي الكوزينه مزيان عاد تنكون مرتاحه صافي. وكندوز عليهم شويه من هنا وكندير هذاك على هذاك الحديدات كما تنقولوا لي، وغندوز عليهم غير شويه صافي، ونحضر ان شاء الله معكم السمك او الحوت. وان شاء الله يعجبكم الفيديو مره اخرى ديالهم، واللي صدعتينا ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله يا ربي. كاع البنات راهم عارفين الروتين ديال الصباح او ديال المساء او كيف ما كان، حنا كاملين عارفينه، غير هو كما قلت لكم باش يعطيكم حماس. فحاولوا انسان ملي ينوض الصباح اكيد راه الانسان كيتوضا وكيصلي وكيقرا ما تيسر شويه من القران وكيشغل سوره البقره في الدار، فكتعطينا الحماس. انا بعدا من هذا النوع الساعه اللي كتكون عليه بلوكيا او شي حاجه كندير سوره البقره صراحه كرتاح وكيدوز عندي نهاري مزيان صراحه، يعني كنحس براسي راني. هذا هو الروتين صباحي، ان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي بارطاجيت معكم اليوم. كما كتشوفوا هذا هو الغداء اللي وجدنا، ان شاء الله يعجبكم. والسمك كلنا راه كيعجبنا او الحوت، ورافقته بالخضار والسلطات وزعلوك اللي يعني البدنجال وشلاضه كما كتشوفوا الليمون، المهم شلاضه كامله راه كي كتشوفوا فيها. ان شاء الله يعجبكم، ولا عجبكم تبخرج فيها لايك واشتراك. تنقول لكم شكرا لكم كاملين، والى فيديو اخر ان شاء الله المره الجايه. الا بغيتوا نبارطاجي معكم ان شاء الله المساء كيفاش كيدوز، ان شاء الله نبارطاجيه معكم. نتمنى يعجبكم الفيديو كاملين. تنقول لكم شكرا لكم على الدعم وعلى كل شيء منكم يا رب.